النهارده هنعمل طاجن الفريك بالفراخ. انا بحب الفريك جدا وبحبه اكتر بالفراخ، احبه بالفراخ اكتر من اللحمه. فالنهارده هنعمله بالطريقه اللي انا بحبها وهقول لكم عليها، وان شاء الله تعجبكم انتوا كمان. اول حاجه عايزه بس احط المستكه والسمنه على النار اللي هم من المكونات. هنحط السمنه ونحط المستكة وبعدين نقول المقادير. طيب ايه المقادير بتاعة طاجن الفريك اللي بالدجاج؟ عايزين 3 كوبايات فريك او حسب عدد افراد الاسرة، عايزين دجاجة مسلوقة ومقطعة، بصلة، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة حبهان مطحون، معلقة صغيرة بهارات، مرق سلق الدجاج، كوباية طماطم مبشورة، ومعلقتين كبار سمنه، وفصين مستكه، وملح وفلفل. طيب دلوقتي احنا حطينا المستكه على النار لانها طبعا لازم تدوب، والفريك احنا نقعينه، الفراخ مسلوقه في بصله وحبهان وقرفه وورق لورا وملح وفلفل. هنحط دلوقتي البصل. انا بس عايزه اعمل كده حاجة بسيطة قبل ما نحط الصلصة بتاعتنا، الفريك كله مع بعضه على النار. عايزة بس الصلصة احطها كده على النار شوية وبعدين نحطهم على الفريك في الطاجن مع الفراخ وندخلهم الفرن. بس الاول نعمل الصلصة اللي هنعملها دي. انا بحب البصل دايما في الطواجن يتقلي بره، ما يتحطش ني في ني على الطاجن ويدخل الفرن على طول، بحبه شوية مستوي. حتى في المحاشي يعني في اي حاجه بحب البصل شويه يتقلم مع السمنه او مع الزيت قبل ما نحطه في الطبخه بتاعتنا. هناخد دلوقتي الصلصه، مش الصلصه، هو مش فريك بالصلصه، بس انا عايزه الطعم ده بتاع القوطه بس مش يبقى هو اللي باين، انا عايزاه بس كده موجود من بعيد. فهنحط دلوقتي الطماطم المبشورة اللي عندنا على البصل، هسيبها على النار شوية، هسيبها على النار شوية وهحط لها التوابل اللي عندنا، الحبهان والقرفة وجوزة الطيب. دي جوزة الطيب والقرفة، حطينا كده كل التوابل، ناقص الملح والفلفل، وهنسيبها على النار شوية مع شوية مية اللي هي مرقة سلق اللحمة، يعني مع شوية مرقة من سلق اللحمة، وهسيبها على النار تتسبك شوية مع بعضها على ما نعمل ايه، على ما نقطع الفراخ. الفراخ عندنا زي ما قلنا مسلوقة، بس عايزين ننسلها كده من العظم. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هناخد الفريك، حطينا طبقة في الطاجن بتاعنا من تحت، ودلوقتي حطينا الفراخ في الطبقة دي وهنحط عليها الصوص اللي عندنا كلها، هحط نصها والنص التاني هنحطه على الوش. دلوقتي هنحط النص التاني فوق الفراخ من الصوص دي، نحطها على الوش وبعدين نحط المرقة. هنحط بقى مرقة علشان خاطر يستوي فيها الفريك بتاعنا. الفريك لانه منقوع هياخد وقت اقل، لو ما كانش منقوع بياخد وقت اكتر على فكرة، فالنقع ايه كتير بيقلل من وقت الفريك، وطبعا الفريك بياخد وقت اكتر من الرز في السوى، بياخد ميه اكتر.
هنحطه بقى دلوقتي في الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما يستوي، هياخد له تقريبا يعني 45 دقيقة ساعة على ما يستوي.